الهيرو براين العادي قوي جدا، بس شي يصير لو استدعيت سعدي براين يوم برمجت ماينكرافت بحيث اقدر استدعي جيش من الهيرو براينات يساعدوني اهزم اللعبة؟ كل واحد من الهيرو براين راح يمتلك قدرة وخاصية مختلفة، فهل راح يساعدوني انه اهزم اللعبة وانتصر على ماينكرافت، ام راح يصير شي ثاني؟ خلونا نشوف. ويلكم تو ماينكرافت، راح نبدأ مغارة اليوم اني وعبو وسيلة اسطورة. اوكي، اذا اول مهمة عندنا بس طلعت فايند سعدي براين بورتال، اذا لازم نلقى المكان اللي راح يرسم منه الهيرو براين اللي هو بالاحرى سعدي براين، لانه احنا استبدلنا الهيرو براين بسعدي براين. اوكي هاي اوكي، لازم شنو ندب هنا؟ ما ادري، عادة نذب دايموند بس هسه راح ندب خشب محاولة ان هو دقيقة طلع والله. بقول لك هذا اندعم بالشجرة والاقوياء سعدي اكو شجرة فوقك. حول لا قوة الا بالله، تعال عبوس لا تخاف. اوكي اذا هذا طلع، هذا وودن سعدي براين يعني خشبي وراح يساعدنا. بالاحرى راح يموت خوي، هذا مات خوي. او نو، تعال عبوس هذا المقطع خرب خوي. اذا حاليا طلع رسالة قدامي فيد وود سعدي براين. اوكي نرمي له خشب اللي هو اصلا خشبي. اوكي اخذ الخشبة، لونه تحول الى اللون الاخضر، سبحان الله. اوكي هسه بما انه تحول للون الاخضر المفروض انه هو اشتغل والمفروض قام يشتغل. اوكي المفروض انه احنا نجمع ايتمات هسه، فنريد خشب. افضل طريقة لتجميع الخشب انه تكسر كل هاي الاشجار ويدعوفه للبيت. انت هسه عارف الخشب كله جاي على الخشب مال البيت خويا، ما اريد خشب من البيت. ساعدي شنو هذا خويا؟ اللهم صل على محمد خويا، هذا قام يطير بالبيت. ساعدي خويا انه منزل البيت هناك. اوكي المهم هسه اريد، ولك هذا وين نزلت البيت؟ انا بعس عبسي ولك خوي عبوس، لا حول ولا قوة الا ولك خوي، هذا جايبك هنا سو ولك خوي عبسي مفعص ولك ساعدي خوي، تمام لك فايدة ولك فعصت العبوس يا خوي عبوس الطبخة. انا اول هيرو براين استدعيناه حتى يساعدنا طلع خبل وما منه اي فايدة حرفيا، بس يجمع خشب ويكتل بعبسي. المهم اذا حاليا عندنا المهمة الثانية هي يوز ستون اون بورتال. اوكي اذا المفروض انه هاي البوابة الثانية مال هيرو براين، نذب كابل ستون وخلنا نشوف ايش راح يصير. اوكي ذاك دقيقه، اوه ستون سعدي براين ولون اخضر، يعني هذا اصلا متفعل المفروض. اوكي هذا شنو قدراته ما ندري، ولكن خلينا نشوف. اوكي هذا شكله اخبل من ذاك، ذاك وين ذاك ما ادري وين راح. اوكي هذا ايش راح يسوي؟ اوه دقيقه، اوه انا اخبضها ولك هذا يجمع لنا كبل ستون. اذا هذا سعدي براين الثاني ولك كافي. اوه 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 يا الخبل يا الخبل الخبل، هذا طلع اخبل من ذاك، هاي لو باقين على الخشب احسن. المهم هذا الثاني يجمع يجمع ستون والدنيا قامت تحترق والله يستر من ذول الهيرو براين الخبول. من الواضح انه اكو مشكله صارت بين ذول السعدي براينات. اخوان صلوا على النبي، اخوان اخوان انتوا هنا حتى تخدموني. اوكي هاي صارت، يبدو انه صارت حرب اخوان اخوان، هذا المقطع تحول الى مقطع هجوم العمالقه. لا احول الله انتم خبول، هذول من مبرمجهم ذول الخبول؟ انا ماكو غير ولك عباس. ايه عباس ولك ذول طلعوا كلش خبول. اذا حاليا انا والهيرو براينز والسعدي براينز الخبول اللي عندي وصلنا للبوابه الثانيه. The third portal has been found. اوكي وجدناها، لازم شو نسوي؟ اوه يقول لك شنو قاعد اغرق هنا، يقول لك put one iron. اوكي جمعنا شويه ايرون نور الخشب والكبل ستون دول اعطونا اياهم، راح نستدعي اوه ايرون سعدي براين. اذا هذا الحديدي، هل هذا خبل مثل البقيه؟ ما ادري ولكن شكله خبل صراحه. اوكي شكله ما منه فاي. اوه انا وضع هذا تحول لبلوكيت ايرون، ما ادري هو شايل بلوكيت ايرون، ولكن يبدو انا ايش بيه كل ساعه اغرق، يبدو انه هذا اول واحد بفايده عنده ايرون. جيد جيد اوكي، اذا قاعد نلاحظ تطور بدول الخبول. اذا حاليا عندي ثلاثه هيرو براينز، كل واحد يذب شيء، واحد خبل، هذا الخبل شنو بلصه ما ادري، ولكن كل واحد منهم يذب شيء مختلف اقدر اني استخدمه. اوكي اشياء اسطوريه، المهم تقول بيلد ستاتشو، يعني لازم نبني مجسم عملاق. اوكي انطلقوا، عرفت المهمه، انطلقوا يا هيرو براينز انطلقوا، لازم تبنون مجسم الي حتى احس. انت وين يا اخوي؟ انت وين انت هيرو براين انت؟ انت خبل انت واقف هنا. اخيرا انتهوا دول الهيرو براينز من صناعه المجسم اللي المفروض يبنوه الي حتى نكمل هاي المهمه، حتى نفتح هيرو براين جديد ونشوف شو يسوي. طبعا فرحانين بي هذول لانوني برمجتهم اني وجبتهم هنا الماين كرافت، يبدون يسووا لي مفاجاه اخوان، ان شاء الله يكون مجسم جميل ان شاء الله. يا شنو هاي اخوي؟ ولك هاي شنو انت هذي؟ اكسر الفاس على راسكم، ولك هذا عبسي، ولك هذا مجسم لي، والله انتم يا رباعي ما منكم فايدة، ولك تعال الخبولة والله العظيم يا برمجة هاي، انا صوت ياني مبرمجكم، ولك تعال انت تعال انت، انا مو دازك وياهم يا الخبيل، ولك عبسي ولك عبسي ايش تدق بيها ناقصه ولك عبسي. لحد الان عندنا تقريبا ثلاثه هيرو براينز او سعدي براينز ما منهم اي فايده حرفيا، ايتمات بسيطه، لذلك مهمتنا هسه هي سمون دايموند سعدي براين، يعني لازم نستدعي دايموند سعدي براين، ممكن انه يطلع واحد مو خبل. اوكي استعد، راح نذب قطعه دايموند واحده بس ويطلع دايموند سعدي، ولك انضرب بالحائط ولك هذا مخبل لا حول ولا قوه. اخوي التزيين انت
هذا ايش بيه هذا خطيه؟ وانا هذا مو اخوكم ساعدوه، اوكي يبدو انه هذا هم خبل بس انضرب، هذا انضرب راسه بالحائط. المفروض انه هذا يشتغل كرادار، وهذا الرادار يرصد الدايموند الموجود بالكهوف. هل هذا ذا يشتغل؟ تعال اخوان تعال تعال، لا حول ولا قوه ولكم، تعال اخوان. اوكي هذا سا... اوه والله لقى دايموند، لقى دايموند. اوكي كفو، اذا اول هيرو براين يعني صدق مو خبل ومنه فايده. ولك وين رايح؟ ولك مو منه. اوكي يبدو انه وصل دايموند هناك وراح ومات. اوكي هذا طلع خبل. بعد ما الهيرو براينز او سالي براين جمعوا لي ايتمات اسطوريه ودايموند، يبدو انه صار خطا اخوان. اخوان قام يضربون براسهم بالحائط ذولا اخوان، هذا خطا بالبرمجه الظاهر اخوان. شنو السالفه اخوان؟ شوي ركزوا يعني، انا المبرمج بقره احسن والله ما منكم. كذب اخوان كذب، داش اقوياكم، لا لا داش اقوياكم. واه ولك عشان ذولا تقبلوا اخوان والله كذب كذب. المهمة اللي انفتحت لنا حاليا هي يوز اوبسيديان اون بورتال، هاي القرية متواجدين احنا بها انا والهيرو براينات، بس لحد الان ما لقينا البورتال اللي هي المفروض ان احنا نحط بها هذا الاوبسيديان حتى نستدعي هيرو براين جديد. اوكي هاي دقيقة، ولك هاي شنو هاي؟ ولك هاي ايش قاعد يسوون؟ ولك ويا ذولا قاعد يشوون بالقرويين، لا حول ولا قوة الا بالله، ولك ذولا قاعد يبشون، ولك عبس انت متهامر وياهم. لا لا ذولا طلعوا، ذولا صدق هاي برمجه اخوي، هاي برمجه عنيفه انه بهذا يقفز. اخوان اخوان زين قوموا جيبوا لي اوبسيديان. اوكي ذولا الظاهر قفلوا على الهدف. اوكي لقيت هناك بواب، المهم راح اروح بجيب اوبسيديان من ذيك البوابه، والمفروض نلقى قريه جديده حتى نستدعي بها الهيرو براين الجديد. بينما الاخوان ينتهون من شواء القرويين، تقريبا قالوا جيش الهيرو براينات او سعد براينات الخبوله لقينا قريه جديده، ويبدو انه اكو بوابه. جيد وخر اخوي وخر من وجهي. اوكي المفروض انه كانت مهمتنا انه احنا نرمي اوبسيديان بهاي البوابه. اوكي اخوان اوكي اكو واحد طاير من بس قاعد يسوون ذولا بس، ولكن راح نرمي اوبسيديان بهاي البوابه. اوكي اكو حريقه هنا انا اطفي اخوي اروح نحترق. اوه اوكي طلع بورتال سعد براين. هذا شنو هذا بورتال سعد براين؟ لونه اسود شكله غريب جدا، شو يسوي لحد الان ما ندري. اخوي انت شو سويت؟ هذا هم شكله يا ستار، ولك اخوي شايل البوابه ما ندر بايده، ولك ولك هذا شنو هذا قام يبني بوابات ما نذر بكل مكان، وهذا طلع خبل. اوكي اوكي هيرو براينات يدخلون للنذر اخوان، انتم منو قال لكم روحوا للنذر اخوان؟ والله اني هاي برمجه تعبانه يا عبوسي. اوكي هذا هم شكله خبل، فتح بوابه ما نذر، اعتقد راح نروح للنذر. اذا وصلنا للنذر انا والهيرو براينات مالتي، ويبدو انه بالفعل بدا القتال بين القاستات والهيرو براينات مالتي. صفة برمجه المفروض انه هم حاليا يحاولون انه يحموني بما اخلص المهمه الجايه، لانه طلعت قدامنا بوابه اول ما رسبنا، والبوابه تقول امشي عبوسي يوز نذر بلوك، يعني لازم اي بلوك اتنذر منه انا. اوكي خلينا نحاول انه نجيب هاي البلوكه هنا. اوكي خلينا هاي البلوكه نرمي البلوكه هنا ونشوف قبل لا جماعتنا يموتون واحنا نموت هل راح يطلع هيرو براين من هنا. اخوان اخوان بسرعه اخوان اخوان راح نحترق اخوان، وينه؟ اوه طلع هذا هيرو براين بس ما شفت هذا نذر سعد براين، يعني هذا سعد براين مال نذر، ايش راح يسوي ما ادري بس خلينا نكتشف. انا وجيش الهيرو براينات حاليا هنا بالنذر. اوه هذا نذر الهيرو براين، نذر الهيرو براين اخوي جاي بقاست اخوان، استعدوا للهجوم. يبدو ان هذا تخبل وجانب قاست، هو قاعد يذب ايتمات تذبات ابوس بجيب له ايتمات، والله اسطوره الاساطير. اذا هذا النذر هيرو براين يبدو انه خبل. اوكي يا اخوان يبدو انه هذا خبل، شيلوا الايتمات مال نذرايت، اعطانا ايتمات نذرايت، بورتال هيرو براين حط البوابه، خلينا نرجع للعالم الطبيعي. بس للاسف هذا ما راح يقدر يرجع ويانا لان انت كبير، انت ما راح تقدر تفوت بهاي البوابه اخوي. اخوي ابو الشباب تعالوا لكم راح نلقى لك طريقه. ويلا ما تعبوسي، يلا مو مشكله، اذا نشيل هذني الايتمات، يا الايتمات ما جايب يعني شبعك، راح نموت شباب وراح نرجع للعالم الطبيعي ونكمل. اذا حصلنا ايتمات اسطوريه وخرافيه من سعد براين النذرايت، بس المهمه الجايه لازم نستخدم بها ان بيرل حتى نحاول انه نستدعي سعد براين الجاي. اوكي شباب احد عنده ان بيرل؟ اخوان هيرو براينات ما منكم فايده، ان بيرل اخوان. اوه رحم الله والديك اخوي، اخوان هذا واحد يدفع له فلوس زياده. اوكي اذا هاي الان بيرل مالتنا راح نستخدمها حتى نستدعي الهيرو براين الجاي. من عرف الهيرو براين الجاي شنو راح يكون لذلك؟ اوه دقيقه الدراجون هيرو براين، عيونه بنفسجيه هو بنفسه، العبس هذا يشبك. اوكي اذا هذا الدراجون هيرو براين شنو وضعيته مالي؟ هل هو خبل مثل باقي الهيرو براينز او السعلي براينز؟ اخوي انت شنو وضعيتك انت؟ انت هذا ايش بيه هذا؟ هذا انت ايش راح تسوي لنا شي اخوي انت؟ دقيقه هذا ايش قاعد يسوي؟ اوه فتح ايده بلا يا ست يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي اخوي هذا شبح هذا، ولك تعال لا تخاف تعال عبوس تعال لا تخاف، هذا انت ما تعودت عليهم اخوي هذول خبوله. اذا هذا من الواضح انه بنى هنا بوابه بسرعه اسطوريه، رمانا عيون اخوي. هاي نزل ايدك
نزليه اخوي ويا نبخي وين نزليه. البوابة جاهزة واحنا جاهزين مع جيش سعد براينات اللي وراي، راح ننطلق حتى نقضي على التنين اللي طبعا راح يكون مو تنين عادي. اخوي تبعك رافعين اخوي ننزلها هناك من البوابة وسويناها. حول ولا قوة الا بالله، ذول اخبولا ما ادري ايش راح نسوي بالتنين. يلا عبوسي استعداد الاخوان، حان وقت الانطلاق. اذا حاليا احنا بالاند اصدقائي اللي براينز مالتي كلهم سعد براينز قاعد يهجمون على التنانين الخمس الموجودة بهذا الاند الغريب. المهمة انه يقتلون كل هاي التنانين حتى ينتصرون على ماين كرافت على مود، وبيش اكون انا حرفيا اليوم كل شيء ما سويت. شباب اكو تنين مات، جيد اكو تنين مات، والحرب قويه جدا بين اللي رايز بين ذول التنانين اللي هم اصلا دبوا النذرايت. تنين مات، تنين مات اخوان، لا والله بعدهم اربعه، والله تنين مات، تنين مات، اكلت تنانين، اكلت تنانين. شباب ابيكم تكتبوا لي بالتعليقات منو من ذول الهيرو رايز هو اقوى هيرو رايز بنظركم. طبعا تعرفون اسمائهم كتبوا بالتعليقات. باقي تنينين بس، تنينين بس بالخمسه، تنينين بس بالخمسه، وينه؟ ولقناك اقضوا عليه. وباشر طايبين شباب، طايبين كلهم مرة هذا التنين، طايبين كلهم بقى بس هذا، هذا اخر واحد. شباب شباب يلا باعوا جيش الهيرو براين الشوب على حوار التنين. يلا شباب يلا يلا شباب، الله على جيش الهيرو براين الاسطوري، جيش خرافي اسطوري. ولا تنسون اللايك شباب.